السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال والصحه ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم غنوجد معكم هذا الريب ديال القرعه، كنديروا بنيدو، كيجي خاطر وواحد المذاق اللي رائع. الناس اللي عندهم نيدو وما كيعرفوا ما يديروا به، يديروا به هذا الريب، راه كيجي زوين. وكما كتعرفوا حنا دابا باقي في رمضان، الناس كيستعملوه مع السحور، كيجي بنين وخفيف وعنده بزاف ديال الفوائد. الهضم واي حاجه كنصايبوها في الدار ماشي بحال شي حاجه اللي شريناها. وهنا غنصايب معكم هاد لي طختوليت، غنحتاجو فيهم جوج معالق كبار ديال الزبده مارغرين. ممكن انكم تضعفوا الكميه باش تخرج واحد الكميه كبيره ديال لي طختوليت. غنحتاجو هنا واحد البيضه، قبصه ديال الملح، واحد الفاني، هنا نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت. كنخلطوا هاد العناصر مزيان حتى كينسجم لينا السنيده مع الزيت مع الزبده، حتى كنحصلوا على هاد الخليط الكريمي. ومن بعد غنضيفوا الطحين، هنا الكاس الاول ديال الطحين، غنضيفوا معه واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، خميرة ديال الحلوة. غنخلطو ومن بعد غنضيفو الكاس الثاني ديال الطحين، غنخلطو مزيان وغنزيدو مازال هنايا الكاس الثالث. غنديرو غير عين ميزاننا، انا الكاس الثالث استعملت منه غير النصف، حتى كنجمع هاد العجينة هادي ديال الصابلي، ما كتبغيش العجين بزاف. المهم غير كنجمعوها وندخلوا ليها داك الطحين. كما كتشوفوا ضفت هنا شويه، نتوما راه العجينه نتوما اللي كتحكموا فيها. كما كتشوفوا هنايا هو هذا هو القوام ديال العجينه ديالتي. شنو شتي شحال شط ليا من الكاس؟ نص كاس، يعني احتاجينا جوج كيسان ونص. هنا غنصيبوا الكريم باتيسير، هنا عندي نص سيترو ديال الحليب، غنضيف معاه 3 د المعالق كبار ديال مايزينا. نخلطوا مزيان ومن بعد غنضيف السنيده، المعلقه ديال السنيده، ومن بعد غنضيفها فوق العافيه. نحركها مزيان حتى تعقد لي الخليط. انا من بعد ما عقد لي الخليط راه مشى لي المقطع، درت واحد المعلقه ديال الزبده وواحد الشاسي ديال الفاني. غنحركوا هذيك الزبده حتى تذوب لينا، ومن بعد غنغطيو بالبلاستيك الغذائي ونديرها في الثلاجه حتى تبرد. من بعد ما بردات لينا الكريمه، هنا عندي واحد الربع ديال الكريم فريش، غنطربها مع هاد الكريمه هادي، كتعطينا واحد الكريمه اللي كتجي بنينه صراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، الكريم باتيسير مع الكريم فريش. كنطلعوا هاد الكريمه، كنحاولوا نضيفوا الكريم باتيسير شويه بشويه وحنا كنطربوا حتى كنسالوا الكميه كلها ديال الكريم باتيسير. ومن بعد هاد الكريمه هي باش غنعمروا لي الطختوليت ديالنا. هنا هما لي طختوليت من بعد ما طابوا لينا، هذا هو الشكل ديالهم. راه ما كيديفورما وما كيهبطوا حتى حاجه، راه ما درت فيهم ما تكيت، غير تكيتهم، ما درتش زعما فيهم ما تقلتهمش بشي حاجه.
المهم غير ان منين راه مشى ليا المقطع، عفوا نسيت ما قلت لكم، ملي كنت كندير العجينه في هذا ليمول. المهم ملي تصايبوا ليمول ديالكم من الاحسن ديروهم في الفريكو شويه، واحد 10 دقائق ومن بعد طيبوهم، راه ما كيديفورما وما حتى حاجه. المهم هنايا غادي نصايب معكم الريب كيكون في بدايه الفيديو. هنايا غنبنيدو، انا نحتاجو 3 الكيسان ديال النيدو. المهم الكاس باش عبرنا النيدو وباش غنعبروا العناصر الاخرى كلها. هنايا الكاس الثاني ديال النيدو، وهنا الكاس الثالث ديال النيدو، يعني 3 الكيسان ديال النيدو. كنضيفوا معاهم 7 الكيسان ديال الماء بارد. الكاس الاول راه ما زعما ما سرعش الفيديو. الكاس الثاني، الكاس الثالث، الرابع، الخامس، والسادس، وهذا السابع والاخير ديال الماء البارد. نخلطو مزيان، نخلطو داك النيدو مزيان مع الماء باش دوك الحبيبات ما يبقاوش لينا فيه معاه، المهم يذوب لينا داك النيدو. نضيفو معاه جوج صلصيات ديال الفاني. واحد طانون ديال الفاني. ونخلطوه مزيان باش ينسجموا لينا هاد العناصر كلها، يتخلط لينا داك الطانون مع داك مع الحليب والعناصر كلشي اللي درنا. وهنا ضفت كاس ديال السنيده ونص، يعني الناس اللي كيبغوا الحلاوه ممكن انهم يديروا جوج كيسان. ومن بعد غندير في الماء الغليان بداك الكاس نيت باش عبرنا، غنعبروا عاوتاني 7 الكيسان ديال الماء غليان. 3 4 5 6، وهذا الكاس السابع والاخير. انا غنخلطو مزيان، انا غيكون عندنا واحد الخليط اللي غيكون دافي باش درنا معاه في البدايه الماء البارد. وهنا عندنا واحد عندي القراعي، هنا عندي قرعة ديال الدجاج اللي مغسوله ومنشفه، غنخوي فيها الخليط. كانوا عندي جوج قرعات، واحده ترسات لي بنفس النهار، المهم والقرعة الاخرين درت غير ديال البلاستيك. كنعمرو القراعي ديالنا مزيان، كنسدوهم وكنديرهم في واحد المكان اللي يكون دافي، كنغطيوهم ونخليهم. انا خليتهم 24 ساعة. المهم عطاني هاد الكمية، عطاتني هاد القراعي 3 يطرو ديال الريب. كما كتشوفو هما القراعي اللي عمرت، هاديك الكمية عطاتني 3 القراعي. كما قلت لكم غيكونوا ديروهم في شي مكان اللي كيكون دافي، وضروري تغطوهم بشي مانطا باش يبقاو شادين السخونيه ديالهم. وكما قلت لكم انا خليتهم 24 ساعه، ممكن انكم تخليهم غير 8 السوايع ويكون هذا الريب جاهز معكم. وهذا هو القوام ديالو، راه ما درتوش في الثلاجه، مازال ما درتو في الثلاجه. كما خرجتو كما صورتو معكم، مازال غنردو للثلاجه يبرد، وراه غيكون عاقد اكثر من هكا. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينجح معكم، راه ناجح 100%. وان شاء الله يكون هذا الفيديو راقكم ونال اعجابكم، ونتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بتعاليق المحفزه ديالكم، وتبارطاجوا القناه ديالي مع العائله والاهل والاصحاب ديالكم. والى اللقاء في فيديوهات قادمه. الى اللقاء.